هيا عبد الله جاتكم فلوج جديد اكيد حسب ما قلت من الفيديو اليوم راح لكم فيديو عن لايف هاكس قبل ما احكي لكم شنو الاشياء راح اسويها او بقول شنو هو لايف هاك اذا ما تعرفوا بدخلت لكم اليوم فد شيء جديد يعني صار اكو يعني اكثر شيء سيارات واحد قلت لي دائما اخلي قناه على اشياء جديده وعلى اشياء فريش يعني دائما انوع واخلي اشياء جديده على القناه ويصرف ملل فقبل شيء تعويض لازم تعرفون العاده لازم نسويها اول ما تدخلون القناه بس تحطون لايك شير تشتركون بالقناه وتكتبوا لي افكاركم بالتعليقات جوا عندكم اقراها كلها وتسوون لي تشتركوا بالقناه واذا ما تعرفون اسمها في الانستغرام او اللينك مالته جوا وخلينا الفيديو بدي خلينا لكم اذا تعرفوا شنو هو اللايف هاك لايف هاك هو شو اقول لكم انه طريقه واحد شلون انه طريقه واحد ما حسيت شيء هواية اسهل من الطريقه العاديه او مثل الطريقه الكل اللي كنت تعرفها ف خلينا نبدا مو فاول شيء عندنا هنا برينجلز يعني الشيبس هذا اللي يكون بالقوطية طويلة فأكيد أغلبكم إذا تذكرون هاي النوعية مش هذا برينجلز يعني أي شركة بس إنه إذا تذكرون معناتها أكيد تعرفون كلكم ورا ما نعبر النص لازم واحد يعاني ويجيلها أو يطلعها إي فالطريقة كلش سهلة هاي تعزكم ورا ورا في الأن عم يكون مقفل سو واحد ليش كلش كده طريقة سهلة وفوها طلع يجي واحد يقدر ياخذها اسرع و اسرع ولو بدون ما يكون تعاني يروح يطيرها يلا ورا ما يخبط واحد يقدر مثل ما طلعها يرجعها اذا في واحد يكون ورا خلاص الشباب يرجعها ورا ما يرجعها راح تكون الشيبساية راح تكون يعني فوق كل شوية عمود يقيس واحد بعد يقدر يستعملها اكثر يكون اسهل ثاني لايف هاك راح يكون على الاثنين اغلبكم تحبون الاثنين مثلية وتحبون تعطون اشياء مو صحية فمثلا ما اعرف حفلة او في مكان عامل او في بيت واحد وجماعتكم او شيء واشتريت بس شيت واحد شيت او بوكيت بواحد ما اعرف فبدل ما واحد يقدر يفتح منا والكل يتعرفوا عليه كل واحد جديد تحتاجوا بس تجينا تاخذون تشيز كيك طريقة كلش سهلة تاخذ هيك بعد وقت ما يحتاج لا معه ولا شيء بقدر ياكل من هيك والثالث لايف هاك مال اليوم احنا جايين بس شيء واحد اللي هو بس خلاص فارغ اوكي تستخدم في شيء واحد كل شيء اللي هو خلاص فارغ اي اس انا اقول لكم واحد كل شيء مثلا انت طلعتوا في الجماعة رحتوا في المكان او في شيء قعدتوا وما عندكم بوكس في سماعة في شيء عم تسمعون اغاني بشكل عادي عندكم بس تليفون واحد شيء يسوي نحط هذا الجلاس وشغل التليفون شو خلينا نحط اغنيه بدون كوبي رايت او ما يسمع عشان يسمع صوت على شيء بالتليفون بس هسه يسمع صوت وانا احطه بالجلاس طبعا يسمع صوت على واحسن يا صدام هسه تقريبا وصلنا لللايف حتى خلينا نقول قبل الاخير اللي هو قبل يعني انا خليت احلى واحد اكثر شيء انه مثير للاهتمام خليت القبل الاخير عم تشوفوه فعمود اللايف هاك هذا تحتاجون بالونات وتحتاجون صيف من هذا مال الخشب فاول شيء لازم تنفخون البالونه هو حد اصلا لازم ينفخ البالونه بس انا يعني مو كلش عارف انفخ البالونه كان ما عندي انا البالونات ما عندي علاقه بكل شيء فراح احاول اشيل اشغل مكان فكده يسالون لكم شنو اللايف هاك هو انا حسب ما عرفت او يعني شفت انه المفروض اطخ الصيخ منه المفروض يطلع من وجهه يعني خشبه ولا لا انه اسطول ولا لا حتى ما تشوفون انزرع بس نجرب مرة ثانية ليش لا يعني.
هاي شوف اعتقد هو ما اعرف هو المفروض هي لازم يزرف ولا بس بيبقى ينزرف البالون يعني طبعا رصيف ما خشب ولا ما اعرف شو راح يصير صاير يعني كنت ما اعرف ليش فالاخر لايف هاك وصلنا نحتاج صيخ واحد او اكثر لا اصلا بالاحرى حجم هواية صوخ مال شوي يحتاجون بالونين نحتاج هم بطل فارغ وطالة عصير صغيرة فارغ بلاستيك او طواطي حسب اعتمادي ما كان عندي لا طواطي ولا اطلاق طالة عصير صغيرة بس تحتمل كلاصات بلاستيك والشيء الثاني هو نسيته هو شيء نسيته اجاها One eternity later. نعم وهاي بيت السجية. فعلى متوهل هالشيء هو مثل شغل خياطة قومين وفكرة هاي متوهل سنايبر. بس سنايبر يعني على قد شغلة سريعة شغلة كبيرة. فأول شيء لازم شنو لازم تقصون رأس البطل. واخيرا ورا معاناة نص ساعة قصيته طبعا على ما تسوون هالشيء يحتاج لكم سكينة هواية احسن هاي هاي مال ما اعرف على اكل مال طماطم بس مو مال بلاستيك يعني تسوون لازم سكينة هواية احسن فورا ما قصيتوا لازم تفتحون القبا حلو حلو شو لازم تسوون تاخذون بالونة وحطوها هيج هنا طبعاً بدون أي شيء تبيع لو بدك تسوي هاي عشان شكلها هواية أسهل بس إيه فس هذا جاهز هو المفروض إيش أسوي هاي هيج المفروض هو هيك بس اسخن اشيل النظارات احط لكم الكلاصات ونشوف اي فهسه كل شيء بمكانه وجاهز ما اعرف اذا تبين كلش الكلاصات لو لا لان يعني هي ترانسبيرنت بس راح احاول اللي اقدر عليه فهسه خلينا نسوي اول تجربه اول وحده فشلت خلينا نشوف بس الصراحة غير لكم شغلة ما هي رفعها بس الصراحة غير ما توقعت راح تطلع هالسنايبر هذا راح يضرب بهالقوة هاي يمكن صار أربع محاولات لحد هسه وقعنا بس واحد بس ما أنا مستحيل أبلش شغل بدون ما أكمل فهمت؟ شو القصة دا تفشل بيها؟ واخيرا يلا يا بقت على اخر وحده يلا روحي الا شويه هاي هم الا شويه راح اضرب بلا سوخ وهم ما راح اضرب هاي
هاي ضربت ذيك الثانيه مره واحده مره ثانيه بس اخر واحده بوخت اصعب شيء بعد ما تريد توقع ولا يمها. 2000 years later. واخيرا وقعد. احباب اقول مو كلهم كانوا فيلز خلينا نقول او فشل لان شوفوا هاي هاي بالمالكه مش احاول اضرب اخر وحده هاي دخلت فيها هاي كانت وقعتنا اي في اشياء فكرت الفيديو هذا اللي هو جربت بي كلش يعني كلش خوش شيء جربت بكم لايف اكيد عجبكم فيديو تسوون لايك شير واشتركوا بالقناه واذا ما تعرفون تسوون انستغرام موجود هنا او اللينك مالته جو واذا تبون بعد فلوجات او فيديوهات من هذا النوع تسوون تتابعون زر اللايك وبعد من المره الجايه انا عبد الله يربعكم باي.